بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى الكلام عن أحاديث كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. والليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى مع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة. الحائط هو البستان. يقول: وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في هذا البستان ومعه عود، ينكت به صلى الله عليه وسلم بين الماء والطين. يقول سيدنا أبو موسى الأشعري: فجاءه رجل يستفتح، يعني جاء رجل يستأذن أن يدخل الحائط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة، افتح له وبشره بالجنة. في هذه اللحظة الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمن الآتي أو بمن الذي يستأذن. فقام سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ففتح الباب. يقول: فذهبت فإذا أبو بكر رضي الله عنه. سبحان الله، اتصال السماء بالأرض كان أمر عجيب جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك المرأة أم أيمن لما عادها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يعودها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجداها تبكي، ففضلوا صبروا فيها، وإن ده يعني أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن ما عند الله أفضل لرسول الله. وبعدين فهي قالت لهم: يعني أما إني لا أبكي لعدم علمي بأن ما عند الله عز وجل هو أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لانقطاع خبر السماء. إن السماء تكون متصلة بالأرض ده موضوع تاني، يعني موضوع كبير جدا. يعني تخيل كده الموقف زي ده، موقف زي اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه. سيدنا أبو موسى يقول الباب خبط، باب البستان يعني بلهجتنا نحن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. هنا السماء موصولة بالأرض، سبحان الملك. وطبعا ده وحي من الله سبحانه وتعالى. أنا عايزك كده بس تتصور إن ربي سبحانه وتعالى يوصل ما يريد لعباده مباشرة من خلال النبي صلى الله عليه وسلم أولا بأول. يقول: فذهبت فإذا أبو بكر رضي الله عنه. يقول: ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر بعد شوية كده، الباب خبط تاني أو حد استأذن أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. هو ده كمان، يعني التاني ده ايه؟ افتح له وبشره بالجنة. قال: فإذا عمر رضي الله عنه. قال: ففتحت له وبشرته بالجنة. قال: ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئ كاوع يعني في البستان. في الأمر الأول بتاع سيدنا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته وعلى حالته، الباب خبط أو حد ينادى مثلا استأذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا موسى: اذهب وافتح له وبشره بالجنة، وهو زي ما هو صلى الله عليه وسلم. ودخل سيدنا عمر بعد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته: افتح إيه؟ افتح له وبشره بالجنة. فلما جاء الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا، فجاءه الوحي يخبره أيضا أن الثالث من إليه من أهل الجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئ. بعدين فإيه؟ فاعتدل. عجيبة سبحان الله. وكان متكئا فجلس وقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون، يعني في بلوى حتصيبه قبل موته أو تكون قبل موته. فذهبت فإذا عثمان رضي الله عنه. قال: ففتحت له فأخبرته بالذي قال. شوف هنا إيه، يعني ما عادش الإيه، لأن البشارة هنا فيها إيه، ممزوجة بشيء فيه شدة على النفس. سيدنا أبو موسى حتى ما عادش الإيه، ما عادش جمل الكلام، يعني إيه قال مثلا: لم يقل له فقلت له تدخل الجنة على بلوى تصيبك. لا، ما عادش الإيه، ما عادش الكلام. قال: ففتحت له فأخبرته بالذي قال، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان: الله المستعان. فقال عثمان: الله المستعان. هنا الحديث ده فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم
كيف كانت علاقته بأبي بكر رضي الله عنه. خد بالك سيدنا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته، وسيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته، سيدنا عثمان هو زوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستحي من سيدنا عثمان، عجيب سيدنا عثمان. وفي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عندها يعني متلفعا بمرط لها، يعني كساء لسيدة عائشة قد جعله على فخذيه صلى الله عليه وسلم، وفي بعض فخذه أو ساقه باين يعني. فطرق الباب فإذا أبو بكر، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم على جلسته. تقول سيدة عائشة وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو ساقه مكشوفا، قال فلم يعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أبو بكر دخل وتكلم اللي كان عاوز يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم انصرف والنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته. وبعدين استأذن يعني أحد فإذا عمر رضي الله عنه، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته، ثم قضى حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وغطى فخذه أو ساقه. سيدة عائشة بتلمح يعني النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت هيئته مع سيدنا عثمان، طب ليه ما كانش مع سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر كده؟ فده دفعها إلى أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يعني خرج عثمان رضي الله عنه. قالت يا رسول الله دخل أبو بكر وعمر فلم تعتدل وظللت على هيئتك، فلما دخل عثمان اعتدلت. فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. يا رب على سيدنا عثمان، عجيب سيدنا عثمان. ويوم غزوة العسرة لما سيدنا عثمان راح يأتي بالمال ويدفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يا الله على سيدنا عثمان، عجيب سيدنا عثمان. أو سيدنا عثمان ده الملائكة كانت بتستحي منه. ومما روي عنه أنه ما اغتسل عريانا قط. شوف الحياء عنده يعني احنا بسموه ايه، سنس الحياء عنده، معدل الحياء عنده ايه، عالي جدا، على الرغم ان اغتسال عريان ما فيهوش اي شيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عريانا، وسيدنا موسى عليه السلام اغتسل عريانا كما ثبت ذلك في الصحاح. الشاهد من الكلام ان الاغتسال عريان ليس فيه حرج على الانسان، لكن سيدنا عثمان كان عنده حالة من الحياء بتمنعه ان هو ايه، ان هو يغتسل عريان. يعني بيغتسل ازاي وهو لابس هدوم يكب الماء عليه على جسده؟ طب دي ايه يعني، ده منزلة عالية جدا من الحياء. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلفنا بها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفنا بهذه الدرجة من الحياء، لكن سيدنا عثمان رضي الله عنه كان عنده حياء فطره الله عز وجل عليه، لدرجة أن الملائكة كانت تستحي من سيدنا عثمان، والجزاء من جنس العمل سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتدل، وسيدة عائشة لاحظت ذلك وسألته قالت ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، سيدنا عثمان رضي الله عنه. وفي هذا الحديث يقول سيدنا موسى وكان متكئا فجلس، كأن هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا عثمان. ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده مع سيدنا عثمان؟ لأنه يعلم صفة سيدنا عثمان. سيدنا عثمان من حيائه، من شدة حيائه، ربما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، رأى متكئ، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم مريح وكده فيتكسف ويعمل إيه ويمشي. حياءه عالي جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرفع عنه الإيه، بيرفع عنه الحرج، يرفع عنه الحرج. يعرف عارف زي ايه، مع الفارق طبعا، لما تتصل على حد او تعدى على حد ويكون هو بيعزك جدا ويكون هو نايم، فانت شايف على وجهه اثر النوم، لكن هو من كتر ما هو بيحبك وهو مثلا مش عاوز يكون في بينك وبينه اي كلفة في هذا الموقف، انت تقول له انت كنت نايم صحيتك، يقول لك لا والله ده انا كنت ايه، انا كنت صاحي. هو ليه بيقول لك انا كنت صاحي؟ علشان يرفع عنك الايه، يرفع عنك الحرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان متكئ، لعل سيدنا عثمان هو ذهب إليه لحاجة يسأله عن شيء مثلا، فلما يشوفه متكئ يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت راحة فيستأذن وينصرف إحراجا منه أو حياء منه أن يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت راحته. ربما ظن أن الوقت غير إيه، غير مناسب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له إحراجا، فعندها ربما انصرف من سيدنا عثمان رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر أصحابه صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر
هما من هما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون جاء النبي وأبو بكر وعمر وانصرف النبي وأبو بكر وعمر، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كظله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر هو عارفهم وعارف طباعهم وعارف إيه، عارف شخصيتهم، وهو برضو عارف شخصية سيدنا عثمان وعارف طبع سيدنا عثمان، لذلك تكلف له النبي صلى الله عليه وسلم اعتدالا حتى لا يوقعه في الحرج. والشاهد من الكلام ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر اصحابه، بشر ابو بكر بالايه، بشر ابو بكر بالجنه وعمر بالجنه، ودول لسه ايه، هم لسه ماشيين على الارض، يعني تخيل كده هم معاهم شهاده دخول الجنه وهو ماشي على ايه، وهو ماشي على الارض، ومع ذلك كانوا من اكثر الناس تواضعا لله، ما زكى احد منهم نفسه قط. يعني سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي اوردني الموارد، يعني ده اللي وداني في داهية بلهجتنا نحن. طب ده لسان سيدنا أبو بكر الذي نزل فيه قول الله عز وجل على قول المفسرين والذي جاء بالصدق وصدق به، صدق به لو أمين، الذي جاء بالصدق والنبي صلى الله عليه وسلم وصدق به سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. وربنا سبحانه وتعالى قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين لو أمين سيدنا أبو بكر ومعه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الذي نزل فيه القرآن ونزل فيه قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، سيدنا أبو بكر هو الذي نزلت فيه هذه الآية، فقال بلى والله يا رب إني لأحب أن إيه، أن تغفر لي، وأعاد النفقة على مصطح. شوف نزل فيهم قرآن يعني يشهد لهم بطهارتهم ومنزلتهم عند الله عز وجل، ومع ذلك كان أحدهم يسيء الظن في نفسه، لا يعجب ولا يتكبر ولا يتعالى على الناس. سيدنا عمر رضي الله عنه في وفاته، في لحظات وفاته، كان يقول لابنه عبد الله ضع خدي على الأرض لا أم لك، على الله عز وجل أن يرحمني، ويل عمر ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ده مين؟ سيدنا عمر اللي إيه؟ بشر بالجنة. سيدنا عثمان رضي الله عنه الذي بشر أيضا بالجنة، سبحان الله، كان في تواضع عجيب رحمه الله تعالى ورضي عنه، لما ورضي الله عنه لما جاءت اللحظة التي أخبره عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أنه قال لسيدنا أبي موسى بشره بالجنة على بلوى تصيبه. لما جاءت هذه البلوى، البلوى كانت إيه؟ أنه هو في خلافته خرج عليه بعض أوباش الناس ليقتلوه، وذكرنا قبل ذلك أن للأسف مما يحزننا أن أكثرهم كان من أهل مصر، أكثر الذين اجتمعوا على قتل عثمان، بل الذين باشروا قتله مصريين، لكن أنا أقصد اللي اجتمعوا حول بيته كان مجموعات، مجموعة من أهل مصر، مجموعة من الكوفة، مجموعة من البصرة، أكثرهم عددا المجموعة التي كانت من مصر. والله عار والله. والحمد لله أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. الحمد لله، وأن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا وأموالنا، وأن الله عز وجل هو الذي قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. يعني ربنا سبحانه وتعالى برضو لا ينظر إلى أنت مصري ولا سعودي ولا جزائري ولا كويتي، كلام ده كله ليس له وزن عند الله عز وجل، المهم بالإيه؟ التقوى. فسيدنا عثمان الذين اجتمعوا على قتله كانوا ثلاث مجموعات، مجموعة من مصر، ومجموعة من البصرة، ومجموعة من أهل الكوفة، أكثرهم عددا المجموعة التي كانت من مصر، والذين تولوا قتله بأيديهم، الذين باشروا قتله كانوا مصريين للأسف يعني. وسبحان الله سيدنا عثمان بن عفان لما تولى الخلافة ونقم عليه الناقمون، وطبعا لم يكن أحد منهم من الصحابة، وعلى الصحيح لم يكن أحد منهم من أبناء الصحابة، لم يكن أحد منهم من أبناء الصحابة، لأن في رواية مشهورة مكتوبة تقول أن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه ممن اشترك في قتل مين؟ في قتل عثمان، ودي رواية لا تصح، لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مشاركة من قتل سيدنا عثمان ولا وافقوا على ذلك، ولم يكن أحد من على الصحيح من أبناء الصحابة ممن اجتمعوا على قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه. المهم أن سيدنا عثمان رضي الله عنه كان مما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيلبسك قميصا، وسيأتي قوم يريدون أن ينزعوه منك، فلا تنزع قميصا قمصكه الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر سيدنا عثمان أن في يوم من الأيام هو هيلبس قميص، والنبي صلى الله عليه وسلم هيلبس قميص، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني الإيه؟
الخلافة، وإن في مجموعة تريد أن تنزع منك، ستريد أن تنزع منك هذا الإيه، هذا الخمس، فلا تنزعه. وإن يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يريدون أن ينزعوه منك، فلا تنزعن عن نفسك قميصا قمصكه الله. يعني ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة سيدنا عثمان، إن أنت ما تتنازلش عن الإيه، عن الأمر الذي سيوليك الله عز وجل عليه. المهم إن سيدنا عثمان رضي الله عنه لما تولى الخلافة كإدارة دولة، كإدارة مجتمع مسلم، كان في بعض الملاحظات التي أخذت على سيدنا عثمان رضي الله عنه، وكان له فيها مبرر. يعني سيدنا عثمان كان له فيها مبرر. المهم إنهم عملوا إيه، نقموا على سيدنا عثمان بعض الأمور في إدارته للدولة الإيه، للدولة المسلمة، واتخذوا هذه الأشياء يعني ذريعة إلى أن يقتلوه، وده من الفجور والعياذ بالله. المهم اجتمعوا على قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، وسيدنا عثمان كان الصحابة رضي الله عنهم يريدون أن يدافعوا عنه. طبعا كده سيدنا عثمان عنده في الخلفية إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره إن هو هيالي أمر، القميص ده يفسر بالإيه، بالخلافة، وإن في حد سيأتي يريد أن ينزع منك هذا القميص، ينزع منك هذا الإيه، الأمر اللي هو الإيه، الخلافة. ده تصور كان عند سيدنا عثمان رضي الله عنه، أو خبر كان عند سيدنا عثمان. الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره إن هو سيدخل الجنة على بلوى تصيبه، فسيدنا عثمان فاهم إن هو هيتعرض لإيه، هيتعرض لابتلاء. ولذلك بعض الصحابة كانوا يقولون لسيدنا عثمان ندافع عنك، نخرج ونقاتل هؤلاء البغاة. سيدنا عثمان كان يقول لهم إني أعزم على كل من يرى أن لي عليه بيعة ألا يسفك إيه، ألا يسفك دما. يعني سيدنا عثمان ما رضاش ولا واحد من الصحابة يدخل فين، في قتال بسببه. وسيدنا عثمان رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقتل بيوم، رأه في الرؤية. يعني فيما يروى عن سيدنا عثمان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن يصبح صائما، وأنه سيفطر عنده الليلة القادمة. يعني وسبحان الله جاء الأمر، يعني أن هؤلاء البغاة دخلوا على سيدنا عثمان رضي الله عنه، وبعده أحدهم ضربه بجريدة على رأسه فسال دمه، وبعدين تعاقبوا عليه في الضرب، منهم واحد من الفجار دول طعن سيدنا عثمان 10 طعنات، قال طعنته 9 لله وواحدة لما في صدري له. يعني أنا إيه، في نفس شيء منه كده، في نفس شيء من سيدنا عثمان، سبحان الله. ويقول طعنته 9 لله وواحدة لما له في صدره، وده يدل على أن خطر تزيين الشيطان للإنسان كبير جدا. وده زيان الشيطان، زين لهم قتل مين، قتل سيدنا عثمان. وفعلا لما قتلوا سيدنا عثمان واجتمعوا عليه، قامت زوجة سيدنا عثمان تريد أن تدافع عنه، من دفاعه عنه أنها مسكت بنصل السيف الذي جعلوه فين، في بطنه، فقطع يدها، السيف ده قطع يد زوجة سيدنا عثمان، وما استطاعت أن تمنعهم عن عثمان رضي الله عنه. وسبحان الله قتل سيدنا عثمان ونزلت قطرات دمه على مصحفه الذي كان يقرأ فيه. وسيدنا عثمان ده كان من الصحابة المعدودين الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو يعني سبحان الله جليسه القرآن. نزلت قطرات دمه على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقول الرواه والله ما مات أحد منهم إلا شر ميتة، اللي اجتمعوا لقتل سيدنا عثمان ما ماتوا إلا لقوا مصارعهم في أشر ما يكون من الحال. بسبب إيه؟ بسبب كفاية الله عز وجل لأوليائه. وسبحان الله صدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا عثمان رضي الله عنه، أنه قال يعني افتح له وبشره بالجنة على إيه؟ على بلوى تصيبه. ده سيدنا مين؟ ده سيدنا عثمان. طب السؤال، طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك على سيدنا عثمان رضي الله عنه؟ ممكن الإنسان يخطر في باله كده، طب ليه ما بشرهوش بالجنة وخلاص، زي مين، زي سيدنا أبو بكر، زي سيدنا عمر، أو زي غيره من الصحابة رضي الله عنهم. الله أعلم بمنازل عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث صح عنه أن العبد قد تسبق له المنزلة عند الله عز وجل لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله عز وجل في نفسه أو في ماله أو في ولده حتى يبلغه المنزلة التي كتبها له. يعني إيه؟ يعني ممكن سيدنا عثمان رضي الله عنه، وسيدنا عثمان نبي من الأنبياء مع ما ذكرنا من فضله، مش نبي من الأنبياء صح؟ ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون كاتب لسيدنا عثمان درجة في الجنة لا يبلغها بعمله. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لأصحابه
لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. يلا عشان ما حدش إيه، عشان ما حدش كده يعجب بعملي. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه وفضل. فمسألة إحنا لا نستحق الجنة بأعمالنا، خد بالك يعني الجنة ديت إحنا لا نستحقها بأعمالنا، إنما منازلنا في الجنة على قدر أعمالنا، أما دخول الجنة فهذا برحمة الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو ما رحمناش ودخلنا الجنة والله ما إحنا دخلينها ولا شايفينها ولا نستهلوها، لكن ربنا سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة برحمته. طب المنازل في الجنة تكون على قدر الأعمال، الأعمال ديت هي اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يقدر علينا أشياء علشان يرفعنا في الجنة درجات. ليه؟ لأن أعمالنا قصرت. أحيانا كده تتعب، ربنا يبتليك بشيء، قل أنا ليه ربنا ابتلاني؟ ابتلاك يا خايب علشان يرفع درجتك في الجنة، لأن الابتلاء ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه إيه؟ وليس عليه خطيئة. فأنت ممكن يكون ليك درجة عند الله سبحانه وتعالى لكن أنت أعمالك ضعيف، أنا مكسل ونايم في الخط، طب الدرجة اللي عند الله سبحانه وتعالى دي كيف أبلغها؟ الله عز وجل يبتلي هذا العبد الذي سبقت له المنزلة عند الله، يبتلي فين؟ يبتلي في نفسه أو في ماله أو في ولده حتى يبلغه الدرجة التي كتبها إيه؟ كتبها له. فهنا سيدنا عثمان له عند الله عز وجل درجة عالية جدا، ولكن أعمال سيدنا عثمان لم تبلغ هذه الدرجة التي إيه؟ التي كتبها الله عز وجل له، فيبتليه الله عز وجل بهذا الابتلاء ليعلي إيه؟ ليعلي درجته. ده مش سيدنا عثمان بس، ده الأنبياء. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ووجد الحمى شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ما أشدها عليك من حمى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء يضعف لنا البلاء ليضعف لنا الأجر. دول الأنبياء، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يضاعف عليهم الإيه؟ يضاعف عليهم البلاء ليضاعف لهم الأجور. طب هم الأنبياء يعني محتاجين الأجور؟ آه يحتاجون للأجور. ليه؟ لأن كل واحد يريد أن يسبق إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الله عز وجل عن الوسيلة وأنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف أنه هو كان بيعمل إيه؟ كان يوصي الصحابة أن يسألوا الله عز وجل له الوسيلة بعد سماع الإيه؟ بعد سماع الأذان، فاسألوا الله لي الوسيلة. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عاوز إيه؟ كان عاوز أعلى إيه؟ أعلى درجة. ده ما يقدحش فيه كنبي ولا يقدح في أي إنسان أنه يريد أن يصل إلى أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فكون أن سيدنا عثمان يريد أن يرتقي أو أن الله عز وجل يريد أن يرقيه هذا شيء يسعد سيدنا عثمان رضي الله عنه، هذا شيء يسعده. الشهيد الذي يقتل في سبيل الله إيه اللي بيتمناه لما يروح لربنا سبحانه وتعالى؟ يتمنى أن يعود فيقتل في الله مرات ومرات. ليه؟ أما هو شاف الإيه؟ شاف الأجر هناك، فهو عاوز يريد أن يعود إلى الدنيا. ليه عايز يريد أن يعود إلى الدنيا؟ حتى يقتل لتعلو إيه؟ درجاته. ولذلك أهل العافية في الآخرة يودون لو أن أجسامهم في الدنيا قرضت بالمقاريض. يعني واحد في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى عافاه في بدني، عايش الحمد لله لم يبتلى بضيق عضال وعايش حياته كإنسان سوي، ومات لما يموت ويشوف يوم القيامة أصحاب الابتلاء كيف درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى هيتمنى إيه؟ يتمنى أنه يعود إلى الدنيا ويبتلى لدرجة أن جلده وجسمه يقرض بالمقاريض. ليه؟ علشان درجته تعلى فين؟ تعلى في الجنة. فالشاهد من الكلام أن طلب الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة ده لا يقدح فيك إنسان، بل ده من إيه؟ ده من علامات علو الهمة ورقي النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. تقولش يا رب دخلني الجنة وخلاص، لا انت كده همتك ايه؟ ضعيفة. الله عز وجل لا يحب هذا، يحب العبد صاحب الهمة الايه؟ صاحب الهمة العالية. اطمع ان انت تكون في اعلى عليين. ليه؟ لان الموضوع هناك انت لما تروح هناك ما عادش في زيادة وما عادش في نزول، فالموضوع ايه؟ خلاص هتثبت على هذا الايه؟ على هذا الحال.
فلذلك طلب الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى ده كان مطلب الأنبياء، السبق إلى الله سبحانه وتعالى ده كان من هدي الأنبياء. رب سيدنا موسى قال وعجلت إليك ربي لترضى، يعني إيه؟ سبقت قومي إليك يا رب حتى أظهر مدى يعني مدى حرصي على لقائك ومدى اهتمامي بهذا الموعد، نوع من أنواع المسابقة. ولذلك قال أحد الصالحين إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، طالما أنت تقدر اعمل كده. طيب السؤال، الإنسان يبتلى فيصبر أفضل ولا يعافى فيشكر أفضل؟ يعافى فيشكر أفضل. لا، الإمام الشافعي كان يقول لأن أكون معافى فأشكر خير من أن أكون مبتلى فأصبر. ولكن يعني إيه معنى كلامي؟ إن أنت بعد ما تسمع الكلام اللي فات ده تقولش آه يلا يا رب أنا مستني منك ابتلاء كده عشان إيه يطلعني في أعلى عليين. لا، الموضوع مش كده. أنت تسأل الله العافية، تسأل الله الإيه؟ العافية، والله عز وجل يقدر لك ما فيه الخير لك. إذا كان الخير لك في العافية أعطاك الله العافية مع الشكر، وإن كان الخير لك في الابتلاء أعطاك الله الابتلاء مع الصبر. أنت لكن أنت لما تسأل الله سبحانه وتعالى ما تسألش الله الابتلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله العافية، أنت تسأل الله العافية لا تتمنى الابتلاء، والله عز وجل يقدر لك ما يصلحك. الله عز وجل يقدر لك، إن كان الصلاح لك في العافية أعطاك الله العافية، إن كان الصلاح لك في الابتلاء أعطاك الله الإيه؟ الابتلاء. المهم أن سيدنا عثمان رضي الله عنه هذا مما قدره الله عز وجل عليه ليعلي به الدرجات في الآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في فردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.